السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نديرو بوراك بتكتوكا. بحال كيفية نسحقو جوج حبات تاع بصل يكونو متوسطين ولا كبار، نقطعوهم بهذا الشكل. أنا قطعتهم صغير، ثم تنجمو تقطعوهم بالطول. راح نزيدو عليهم شوية تاع الزيت، مكترش بزاف، غير شوية باش تقلى لنا هذاك البصل. وراح نزيدو شوية تاع فلفل كحل، تقريبا مغرفة صغيرة. عندي فلفل كحل حسب الذوق. راح نزيدو شويه ملح، نزيدو مغرف صغيره تاع الطماطم المصبره، ومغرف صغيره تاع الهريسه. هذه الهريسه اختياري، كنتو تستغناو عليها. راح ندير هذا البصل فوق النار يتقلى. بعد ما قليت البصل شويه، يعني مازال ما تقلاش مليح، نص طياب، راح نزيدو فلفله خضراء اللي كنت شويتها ونقيتها، نقوها بلا ما ديروا الماء كما سبق فهمتكم في الوصفات اللي فاتوا في التكتوكه. توجور نقوها بلا ما تستعملوا الماء. انا قطعتها هنا ديكاري، نتوما قطعوها حسب الرغبه. تنجموا ما ديروها خضراء في، يعني تقطعوها كاريات وديروها خضراء تقلى مع البصل. اللي يبغيها بشويه يشويها. بعد ما قليت الفلفله مليح، راح نزيدو الطماطيس، يعني الطماطم قطعوها ثاني هي مربعات. لهنا عندي جوج حبات، نتوما ديروا على سبعة افراد العائله وحسب كميه تاع الفلفله اللي درتوها والبصل. وراح نقلي كلش مع بعض. انا كيما راكم تشوفوا ما كثرتش بزاف الطماطيس باش ما طلقش الماء، وتقطع لي ورق تاع الديول، درت غير شويه جوج حبات صغار. وراح نرجعهم فوق النار حتى تنشف كاع من الماء، ونزيدو لها البيض. درك بعد ما تقلات لنا التكشوكه، راح نزيدو لها البيض. ما نكثروش البيض بزاف، يعني جوج حبات يكفيو هاد الكمية هادي. نخلطوها، نرجعوها فوق النار غير شوية قبل ما نشوف غير شوية هداك البيض، منشوهش بزاف باسكو راح ينزلو يقلوهم في الزيت، إلوغ باش ينشف لنا شوية. بعد ما وجدت التكتوكة وبردت، راح نبداو نتشكلو في البوراك. أوراق تاع الديول دايما جب، يعني ما تخرجوهمش من الساشي تاعهم حتى تكون راح تخدمو بيهم باش ما يلبسوكمش. راح نطوي هذه الجهه كما راكم تشوفوا، ونديروا التكشوكه تاعنا هنا. نتمنى ان شاء الله البوراك اللي درناه بالتكشوكه يعجبكم وتجربوه. نقسمت لكم حبه باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل، وبصحتكم.